والتارك لدينه المفارق للجماعة شرفاء بأن يضغطوا على هذا النظام لكي يخرج أبناءنا من السجون بيده، فإن لم يستطع قامت الفعاليات الثورية في مدينة أخترين في هذا اليوم الجمعة الموافق ل3/8/2018 بوقفة تضامنية بحق هذا النظام المجرم، لنقول له لا ويكفي جرائم، ويجب عليه وعلى من هو يتشدق بالحرية في العالم والكرامة وكرامة الإنسان أن يضغط على هذا النظام وكافة الأنظمة الظالمة في العالم لإخراج المعتقلين من سجونها. لا يمكن أن يحتمل إنسان من قال للحرية أريدها أن يعتقل لسنوات ثم ترسل قوائم سوداء بأسماء شباب وشياب وأطفال ونساء بأنهم قضوا في تلك السجون. نناشد كافة دول العالم بالضغط على هذا النظام الظالم لإخلاء سبيل كافة المعتقلين في سوريا، وشكراً.